نحن جماعة درسنا مناسك الحج على تفاصيل كتابيكما حجة النبي صلى الله عليه وسلم ومناسك الحج والعمرة، لكن رغم هذا بتنا خارج حدود المزدلفة حسب العلامات المستعملة جهلا منا بالمكان لا بالحكم، فما يترتب علينا؟ كيف حسب العلامات؟ معناها باتوا في المزدلفة؟ لا، يقول حسب العلامات باتوا خارج المزدلفة. باتوا خارج المزدلفة. جهلا منا بالمكان لا بالحكم، فما يترتب علينا؟ إذا كان بياتهم خارج المزدلفة، ما إمكانهم البيات في المزدلفة، حينئذ تكون حجتهم غير صحيحة. أما إذا كان لم يمكنهم إلا ذلك، أعتقد أن عذرهم هنا مقبول، ولكني لا أفهم كيف يعلمون حكم البيات في المزدلفة ويرون اللافتات تحدد المنطقة. ما رأوا اللافتات هم؟ يعني ناموا وفي الصباح تبين لهم اللافتات، يبدو هكذا حسب السؤال والله أعلم. السؤال بيقول أنه مع علمهم أولا بالحكم وثانيا جهلوا المكان فقط، ناموا واللافتات إيه؟ اللافتات رأوها في الصباح أو لافتات. على كل حال نعم شيخ، جئنا في الليل ولم نرى العلامات. كيف؟ لم نرى العلامات التي هي مستعملة. إيه؟ في الليل بعد خروج من عرفة. إيه؟ وحصل منا على اتباع النبي قبل الحرام. قلنا النبي قبل مشعر الحرام، ثم نأتي الصباح مشعر الحرام، ولم نرى العلامات. لكن الحكم نعرفه أن المبيت في مزدلفة واجب. وتحرينا يعني كل. طيب ما رأيت الناس ييممون ويقصدون مكانا؟ كثير من الناس يعني نزلوا حولنا أو قبل منا. هو المهم ما تنزل أنت حولهم، لأنه بيكونوا على جهل. فهل رأيت الجماهير مثلا ييممون شطر جهة معروفة، ولا أنت انغششت بهؤلاء الذين نزلوا قبلك؟ المهم الجواب في مثل هذه القضايا يوكل الأمر إلى المكلف بعد التفصيل. إن كان المكلف قد فعل المستطاع لتطبيق حكم الشرع الذي قرأتموه في الكتاب، ثم ما وفقتم إلى ذلك، فربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. أما إن كان هناك تقصير يسأل عنه المقصر، فحينئذ المسألة كالذي يصلي صلاة وهي باطلة، وهي من الأمور كالذي يصلي مثلا بدون طهارة، فهذا لا عذر له، لأن أمر شرطية الطهارة بالنسبة للصلاة لا يخفى على إنسان. فإذا فعلتم المستطاع لمعرفة المزدلفة والبيات فيها ثم لم توفقوا، فأنا أظن أن حجتكم صحيحة. أما إذا كان الأمر لا سمح الله أنكم قصرتم، وكان لسان حالكم يقول أيها الناس اتبعوا الناس، وإنما هذا ليس شرعا، أيها الناس اتبعوا سيد الناس، فإذا كان لا سمح الله لسان حالكم هكذا، هي الناس إلا بشعرهم، ومثل ما بيقولوا بعض الجهلة، والله نحن مع الناس، إن دخلوا الجنة دخلنا معهم، وإن دخلوا النار والعياذ بالله دخلنا معهم. لا، فمن إذا فعل الواجب وأخطأ فلا شيء عليه، أما من قصر فهنا تأتي المسؤولية. نعم. هل الرجل